بنهاية كل سنة كتار اللي بيتوقعوا، بس مش كتار اللي بيتميزوا. توقعاتك ل 2018 للرئيس ميشيل عون شو؟ أبيض أو أسود؟ لواء أشرف ريفي معنا على الخط. في ناس عم تترصد له، ونحن اللي بيجينا مرتنا يا محلي. هل سيكون بقلب البرلمان راغب علامه؟ لا كلامي صح، لأنه أنا ما بدي 2018 بالأبيض. توقعات ل 2018 مع الدكتور سمير طنب وعالمة الفلك جمانة وهبي، الأحد 12:30 الظهر و6:15 المساء على الجديد.